انا بالنسبه للناس خصهم يديروا الوقايه ديالهم، يديروا الكمامات، يديروا الوقايه ديالهم باش يمشيوا للتران بخير وعلى خير ويوقع عليهم حتى شي مشكل. وبالنسبه للتخرج بلا ورقه هذا كيعاقب عليه القانون، خصك تخرج بالورقه ديالك المسائل ديالك. بالنسبه لي انا دابا كنت غادي عند الطبيب، مشيت عند المقدم ديال الحومه، عطاني الورقه ديالي وغادي بطريقه قانونيه، وما لقيت حتى شي اشكال لا مع رجال الامن لا مع حتى شي واحد. الاجراءات اللي دايره لاكار هي منظمه بواحد الشكل. انا بقوه كنمشي كنسافر، كنعرف الوقت اللي كيجي فيه التران بالنسبه من القنيطره لمدينه الرباط، كنتنقل بشكل عادي، ما كاين حتى شي. الاجراءات اللي داروا معنا ضروري ديك الورقه ديال الديبلاسمون، واللي ما عندوش ديك الورقه وهذا اللي هي بروفيسيونيل كيرجعوه، وبنادم واخد احتياطات ديالو، مي كوميم الحمد لله بدات الامور كترجع كيف كانت. هذا هو، كل واحد غيرجع لخدمته، ونتمنوا الخير ان شاء الله. بخير الاجراءات، كون ما كانش هاد الاجراءات اخويا غيكون الاكتضاد، وغيكون سيرتو دابا يلاه لي سوسيتي قليل اللي خدامين، وانت عارف العلاقه ديال الادارات ديال الرباط مع كازا شويه الاجراءات معقده. انا دابا الصباح يلاه كنت جاي طلبوا مني واحد الطوريزاسيون باش نصيبها في الكابيني عندنا، مشيت صيبتها عاد جيت بخير دابا الحمد لله بخير. الا ما كانتش الاجراءات غادي يكون الاكتضاد، حيت كاين اللي ما عنده ما يدار وغادي يتم جاي لهنايا، كاين اللي باغي غير يجي يشوف الدنيا كي دايره. اللهم من الاحسن تكون الاجراءات هذه، وحنا كنشوفوا رجال الامن الحمد لله راه خدامين قايمين بالخدمه ديالهم، والترانات راه ما كاينش ذاك الاكتضاد وذاك الشيء، حيت قليل اللي خدامين دابا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.